يعني هي مثلا هذا من شركة أظنها ألمانية اسمها WAT هاي هون مثلا هو شوف شو بسمح لك تعمل، بسمح لك تحرك النقطة هاي. لما تحركت النقطة هاي شايفين كيف مش احنا نتذكر المرة الماضية لما عملنا هون بعدين وين ما بكون PR هو بارامتر موجود فيه انت بتعمل له بروجرام بتغيره، فانت بتدخل على PR مثلا 1.02 هذا بارامتر موجود بتخزن، انت تقدر تدخل وتخزنه بضل موجود حتى لما تطفي الكهرباء وترجع بتخزن في الميموري تبعت الدرايف بضل هذا موجود. هذا هون بعطيني التوب ريتد فولتج وهي الريتد فريكونسي مثلا هون معطيك. هلا انت الكيرف هذا بدك تغيره. هلا شوفوا ملاحظين ايش بصير بعد هيك لما بتعدى الريتد فريكونسي ايش صار بالفولتج؟ ضل ثابت ما بقدرش ازيده اكثر من الريتد فولتج، فالتورك راح ينزل على السرعات اللي اعلى من الريتد فريكونسي. اوكي ماشي واضح وهذا منطق. يعني انت شريت محرك على 50 هرتز الريتنج تبعته 50 هرتز، جيت قلت والله انا حابب اشغله على 65 بتقدر تشغله على 65 بس لاحظ انه الفريكونسي عم بتزيد بس الفولتج ما زاد، معناها شو صار بالفي على اف ريشو؟ لا فاهمين النقطه هاي V على F F زادت بس V ظلت constant، إذا V على F شو صار فيها؟ نزلت. إذا نزلت شو صار بالتورك؟ إذا التورك لازم ينزل. فأنا ضحيت بالتورك بس إيش ليش ضحيت بالتورك؟ حابب أنا أشغل على سبيد أعلى، ما في إشي بمنعني بدك تشغل على سبيد أعلى بس انتبه على التورك. يعني التورك اللي أنت كنت تأخذه من المحرك الريت التورك هون راح يبطل موجود، هذه هون راح يصير فيه يضعف التورك. هاي بنسميها constant power region، بتزيد السرعة وبنزل التورك، بتزيد السرعة وبنزل التورك، ما في مشكلة. هاي بنسميها كونستنت باور، هاي بنسميها كونستنت تورك ريجن. هون التورك كونستنت لانه الفي على اف ريشو. لاحظوا هون نزلت الفريكونسي نزل معها الفولتج، نزلت الفريكونسي نزل معها الفولتج لحد ما اوصل للنقطة هذه اللي موجودة هون. هلا هون بدي اعمل بوستنج، حتى اعمل بوستنج هون بدي امسك النقطة هاي واصير احركها. هي بتبرمجها من هون، بتقدر تبرمج هاي النقطة هون في بارامترز معينة كأنها هاي من 1.04 ل 1.06 هلا بنشوف، وهاي من 1.03 ل 1.02، فكأنك عمالك بتقول انه عندي الفريكونسي هاي بدي هذا الفولتج، وعندي الفريكونسي هاي بدي هذا الفولتج، وعندي الفريكونسي هاي بدي هذا الفولتج. هنشوف هذه 3 4 5 6 انا اللي بتوقعه بس انا مش متأكد ما طلعتش على المانيوال هلا نزلته، انه في بعض الاحيان ممكن يجيك اكثر من نقطة. يعني في بعض مانيوالز بعطيك اشي زي هيك وهيك، فانت بامكانك تحرك كل الكيرف هذا لانه احنا اللو فريكونسي رينج اللي بهمنا انه نغيره، فبامكانك انت تعمل الشكل المختلف تبع البي اف كيرف اللي موجود هون بانك تبرمج الاربع بارامترز اللي موجودين هون 3 و4 و5 و6. فكانه 3 مع 4 و5 مع 6 هلا حاطين مثلا هون ابر اوتبوت فريكونسي لور ليميت، خلينا نطلع اذا بنقدر نشوفها اذا في. يعني احنا بنطلع هلا بدنا ايش البارامترز اللي بدنا اياهم 1.03 1.04. فاذا رجعنا هلا انت هذا المانيوال هي وبتفتح المانيوال بصير تقرا هلا اظن يمكن 3 4 ميد بوينت تمام. هي هم هدول 3 4 هم ميد بوينت فريكونسي، بامكانك تحط انت 2 بوينتس مش كل بوينت بدها احداثيين اكس واي اكس واي، ف 3 4 بتعطيني نقطه انترميديت و 5 6 بتعطيني كمان نقطه، فكانه عندي هي نقطه هون وهي نقطه هون خط مستقيم اوكي، فصار حددت هاي نقطه. يعني انا هون عملت بوستنج بالفولتج بتغيير الفولتج اللي هون، هذا كانه ثابت موجود من هون، فبتصير هاي احداثياتها هي 1.03 1.04 اللي هي فريكونسي وفولتج، وهي احداثياتها 1.05 1.06 اوكي. فهيك عملنا البوست. هلا في اوبشنز ثانيه في بعض الدرايفز بتكون انه هو بغير الكيرف كله على بريست كيرفز، مجموعه كيرفز مخزنه في السيستم بتكون في داخله. فمثلا اذا بنطلع هون هلا طلعوا هذا، هاي زي يعني سمري اوف تكنيكال سبيسيفيكيشنز. هلا بعرف اذا كنتم شايفينها مقروءه من عندكم. مثلا عندي هون هذه هون اوتبوت كاباسيتي كرنت اللي بتهمني، هي هون ريتد كرنت. نبدا من هون كنترول كاركترستكس، اذا نبدا من عند هذه بتبين بعض الاشياء اللي احنا بنحكي عنها. مثلا اذا نزلنا هون خلينا احاول اكبر ال هي يمكن هيك صار اوضح شوي. هلا هون اذا بتطلعوا كنترول سيستم سينوسويدال بلس ويث موديليشن رح نحكي عنهم، حكينا احنا عن بلس ويث موديليشن. شو بتلاحظوا بعد كلمه بلس ويث موديليشن؟ كارير فريكونسي، متذكرين كارير فريكونسي 1 ل 15 كيلو هرتز. هلا لما بنزل ل 1 كيلو هرتز 1 كيلو هرتز اظن هاي 1 كيلو هرتز مش 1 هرتز 1 كيلو هرتز ل 15 كيلو هرتز، لما بنزل بزيد الريبل.
لما برتفع لهون بزيد السويتشنج لوسز في الترانزستور، فبامكانك انت تختاره كانها سيتبل تقدر تعملها. لو قرات المانيوال راح يقول لك شو البارامتر اللي انت بتحطه بتغيره عشان تغير الكارير فريكوانسي. هلا عاده الكارير فريكوانسي لما تطلع ل 15 هرتز بصير عندي اودبل نويز، لانه هذا في الرينج اللي انا بقدر اسمعه، مش هيك مزبوط؟ قديش الانسان بيقدر يسمع لحد اي فريكوانسي؟ تقريبا لحد 20 كيلو هرتز. فانت راح تسمع فيه صوت للفيربال فريكوانسي درايف، هو بزيد في اودبل نويز. هلا اذا هذا النويز مش مشكله، الاحسن انك ترفع ل 15 كيلو هرتز منهم، لانك اذا نزلت كثير راح يبدا يصير في عندنا ريبل، فبيصير في ريبل في التوب. الفريكوانسي ريزولوشن، الريزولوشن هي اقل تغير ممكن. فانت لما تطلب فريكوانسي، مش احنا قلنا جماعه الفيربال فريكوانسي درايف ايش اللغه اللي بتحدثوا فيها بالسبيد؟ بيحكوا بفريكوانسي. فهو الطلب تبعك، طلب السرعه بيكون بيجي على شكل فريكوانسي مش على شكل ار بي ام. فانت الريزولوشن تبعته هي 0.01، فانت ما بتقدر تطلب اكثر. مثلا من بدي مثلا 25.03، هاي اكثر احسن ريزولوشن تقدر تطلبها، ما بتقدر تطلب دقه اكثر من هيك. وانت شو بدك دقه اكثر من 0.01 هرتز؟ اه تور كاركترستكس، هون في عندنا اوتو سليب كومبنسيشن، راح احكي عن السليب كومبنسيشن. ستارتنج تورك بيقدر يعمل له ليميتيشن ل 1.5 starting torque up to 1.150% at 1 hertz. طبعا هذا يعني ممتاز اذا بقدر يوصل 1 hertz على سرعه منخفضه جدا. اوفرلود بقدر يتحمل 1.5 150%، يعني بقدر يعطيني 150% من الريتنج لحد لفتره دقيقه. هاي الاكسلريشن، الاكسلريشن ما بيعمل له اليونتس تبعته متر بير سكند سكوير، بحط الزمن. متذكرين مره حكيت لكم اياها؟ بحدد الزمن ما بين النقطه هاي والزمن ما بين النقطه هاي. فانت عارف انك بدك تطلع للسرعه هاي، فهو ما بيحدد السلوب، بيحدد تي. فتي هون بروجرامبل من 0.1 سكند ل 3600 سكند، يعني باخذه 3600 سكند حتى يطلع من السرعه المنخفضه للسرعه العاليه. هاي طريقه للتعبير عن الاكسلريشن. الدرايفز اللي احدث بتحكي عن الجيرك كمان، اللي فرجيتكم اياها، متذكرين فرجيتكم سيتنج من سيمنز. هي الفي اف. هلا هون الفي اف في عنده هو زي مجموعه تمبلتس بيعرضها عليك، وبتختار انت اللي بدك اياه منها. هلا بنشوف في مشروحها بشكل تفصيلي اكثر. يعني اللي شفناه قبل شوي كان يحط نقطتين، تكون هذه البوينت سيت، يعطيك اوبشن تحط هون بوينت وهون بوينت، فصار هون البوست الفي اف كيرف. بهذا الدرايف بعطيك هو مجموعه اوبشنز تمبلتس، وانت بتختار التمبلت المناسبه منها. ايش كمان عندنا؟ كيباد اكسترنال. هلا في بعض الاشياء بتقدر تحطها من طريق كيباد، في اشياء بتقدر تدخل اكسترنال انالوج سيجنال او ديجيتال سيجنال. افرض هذا بدك تعمله انترفيس مع بي ال سي، فبده يصير البي ال سي يقول للدرايف روح من السرعه 1 للسرعه 2 بزمن معين، بيقدر يبعث بارامترز ديجيتال ما بين ستول بريفنشن. هي في اف باترن حكينا عنه. بعدين في عندنا كمان بيكون في كونتاكتس بتقدر انت تعملهم بروجرام. يعني هدول ميزه بعض الدرايفز الحديثه فيه بيكون بروجرامبل كونتاكتس، يعني بيكون الانبوت رقم واحد انت بتقدر تبرمجه بحيث انه يعمل شيء معين، ورقم اثنين تقدر تعمل تبرمجه بحيث انه يعمل شيء معين. اخر شيء بالفي اف درايف، خلينا نشوف افرجيكم هذا ال راح مني كان موجود. شوف اذا نقدر نفتحه هون. هاي نفس الشركة. هاي شايفين هون حاطط مثلا ال VF curve selection group 11. هاي group 11 parameters. اذا في عندي فان ام بامب كنترول معطيني مجموعة curves standard curves بقدر اختارها. فانت بتختار البارامتر، هذا البارامتر يا بتحطه 00 يا 01 يا 02 يا 03 يا 04، وبعطيك حسب speed torque curve تبعه، مثلا بيكون square curve او cube curve او power curve، وهو بيختار الفي اف، او بتخلي الفي اف كيرف ديترمنت باي. متذكرين السيتنجز هذول؟ يعني يا اما انت بتبرمجه بايدك وبتحط السكشنز تبعته زي هيك، هذا بتكون ايش اي اوبشن بتختار هون؟ 00، وبتروح بتعدل البارامترز. اي بارامترز؟ 0100 ل 0106، متذكرين هذول اللي كانوا 4 و5 و3 و3 و4 و5 و6. او اذا ما بتحط 00، اذا بتحط 01 ل 04 بيختار واحد من هذول البريسيت اللي بداخله موجودين مناسبين للبامب والفان. اوكي، بحيث اني احافظ على في اف صحيح واضل محافظ على التورك الصحيح او التورك المناسب لهذا الاوبريشن. اوكي.